تجربة التدبير المفوض بالمغرب بعد نحو 15 عاماً على انطلاقها، ماذا استفادت المدن المغربية من هذه التجربة؟ ولماذا تثير الشركات المعنية كل هذه الاحتجاجات من قبل المواطنين؟ من المسؤول عن الاختلالات التي يعرفها التدبير المفوض ببلادنا؟ إلى أي مدى تتحمل الجماعات المحلية مسؤوليتها في مراقبة تنفيذ هذه الشركات لالتزاماتها؟ وكيف سيساهم المخطط الجديد لوزارة الداخلية في حل كل هذه الإشكاليات؟ مواطن اليوم يأتيكم عند الأوقات التالية على قناتكم ميدان تي في.